Alaikum. هنا سنشاهد تطبيق للاستعداد لامتحانات البكالوريا. تطبيق جميل وبسيط، هو دروس تطبيق دروس البكالوريا علوم إنسانية وآداب. إذن نشوف هذا التطبيق الذي ستجدون رابطه أسفل هذا الفيديو. فبولوجينا إلى التطبيق نجد دروس امتحان بكالوريا. هنا دروس اللغة العربية، قراءة في كتاب ظهر الشعر لحديث الدكتور أحمد المعداوي، تلخيص لأهم أحداث رواية لص والكلاب إلى آخره. غندخلو نشوفو مثال. إذا عندنا تلخيص الرواية، شوفوا مادة أخرى، مادة الفلسفة، مجموعة من الدروس. مادة الإنجليزية، مادة الجغرافيا، إذن نتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم. إذن لا تنسوا الاشتراك، وإلى اللقاء في فيديو جديد.